خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في حلقه جديده من برنامج يوميات المقاول. معكم منصف نجلون. شكرا بزاف على الميساج ديالكم، تنبغيكم بزاف والله يحفظكم. وليت كنعرف بعض الناس اللي تيكتبوا لي على الميساج، وانا حتى انا تنبغيكم. ميرسي 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 انفينيمون، الله يحفظكم ونجيكم. قبل ما نبدا هذه الحلقه هذه اللي هي كيتسناو بعض الناس ديال مواد التنظيف، وكيفاش ماشي كيفاش تصيب مواد التنظيف، ولكن كيفاش نتعامل مع مواد التنظيف، كيفاش نبيع مواد التنظيف، كيفاش ندير هذه القضيه ديال مواد التنظيف. بغيت نعاود لكم واحد القصه عجيبه ديال 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 هذه. واحد النهار مشيت هبط نتغدى، بحكم انني انا البيرو ديالي كاين في عبد المؤمن في مدينه الدار البيضاء، وهذه البلاصه فين انا كاين بزاف ديال الادارات وداك الشيء. انا جالس نتغدى في واحد الريستورون، ريستورون اللي فيه ساندويتش وفريت ومناضه، المهم تجلس تبرك فيه وداك الشيء. جالس بوحديتي باش ناكل، باش نحاول نتفرج في شي فيديو ولا نهضر في التليفون ولا شي حاجه، وانا دخل واحد مجموعه من الناس، ولاد وبنات اطور، عرفتي داك الناس الزوينين لابسين مزيان انيقين تبارك الله، تليفونات زوينين وداك الشيء. وجلسوا حتى هما كوموندا، وجلسوا مع كامل الاسف، جلسوا حدايا مع كامل الاسف، جلسوا حدايا، وهما ماشي دري الناس الصغار والكبار طبعا، خير هو واحد المجموعه من الناس سلبيه، اقسم بالله الا سلبيه، ولا واحد فيهم حاول يقول ولا كلمه ايجابيه دو على شي موضوع اللي كيفرح الوقت، والو غير الاكتئاب. هي اكتئاب، شتي كيفاش شاف فيا الباترون، شتي كيفاش دار هذا، راه واقيلا راه هذاك الديبارتمون اللي انت فيه راه فيه واقيلا خمسه، راه غادي ينقصوا منهم جوج، راه واقيلا انت منهم. ويا ربي السلامه، فيلم ديال الرعب، فيلم ديال الخليع، والله العظيم الا فيلم ديال الرعب. ما بقيناش فهمنا. انا تخلعت، انا شدتني الخلعه في لاصهم، وما كرهتش انا، لا حول ولا قوه الا بالله. وانا تنقول للموظفين الله يطلق سراحكم، وان شاء الله تخرجوا سالمين من هذيك الوظيفه، وتعاوا بالوضعيه الاقتصاديه اليوم، اللهم لك الحمد، وبالحريه ديال وذوقوا الحلاوه ديال 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 الخروج ديالكم في الحريه. خوتي هذه الحلقه هذه غادي نهضر على مواد التنظيف. بزاف ديال الناس اليوم كيتعاود هذا لا كيسيون، هذا السؤال، منصيف دوينينا على مواد التنظيف، واش مزيانين مواد التنظيف، وكيفاش غادي نبيعوا مواد التنظيف. بون نتوما كتعرفوا حتى هاد لا طوندونس جديده ديال التجاره الالكترونيه، دوينا عليها بما فيه الكفايه اللهم لك الحمد، والناس وعات بالتجاره الالكترونيه، ولكن غادي ندير لها بحال هكا، نحطها شي شويه اكوتي داكوغ، واحد بزاف ديال الناس ما كيقدروش يتعاملوا مع الاورديناتور ويتعاملوا مع هادشي ديال الفيسبوك وهادشي هذا. حنا غادي هذا راه غادي نهضر مع تجار، حيت انا واحد منهم، انا ولد السوق الاخوان، انا ولد السوق، ولد التجاره الكونتاكت. انا الا ما شديتش واحد المنتوج ومديته لصاحبنا باش يشريه وباش ندوي انا وياه وهو يقيس وانا نقيس وسميتو هذا، ما تنحش براسي انني دوزت تجاره. وهذه بليه، انتم راه بعض الاخوان غادي تفرجوا فيا دابا وغادي يقولوا فعلا راه بليه بليه بليه، البيع بليه، والله يا سيدي الا بليه. كاين اللي تيدير البيع غير حيت هذا، ولكن كاين اللي بليه بليه، راه مصيبة. اللي قاس البيع ونجح في البيع وشيط الفلوس في البيع راه ما تنعش صح، ما تنعش الا ما كانوش الفلوس بجيبك. وانا هذه تن 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 تنقول للناس وكنشجع الناس، ديروا التجارة، ديروا التجارة والله الا زوينة. بون بالنسبة للاخوان اللي غادي نعاود كيدوا معايا، كيقول لك منصف التوزيع، غندوي في التوزيع. التوزيع مزيان، وانا تنقولها لكم الاخوان، التوزيع من احسن ما يكون اليوم. الحالة الوبائية، ماشي الحالة الوبائية، سميتو لا كريز، ما يمكنش الإنسان ما يكونسوميش أصاحبي. أنا مستهلك تمشي عند مول الحانوت باش نشري، مول الحانوت كيشري من عند لي ديستريبيوتور، سواء كان ديستريبيوتور ديال الشركة الكبيرة أو لي ديستريبيوتور ديال لي مارشون أومبيلون. كاين اليوم لي مارشون أومبيلون اللهم لك الحمد، إنسان خصو عارفين يخدم. نداء تنقولها لكم بالنسبه للناس، الله يجازيكم بخير ولاد ولا بنات، ميكو على لاغرو اليمونتير، الله يرحم لكم الوالدين اللي ميكو على لاغرو اليمونتير. هنا ما كنتيش صحيح وعندك فلوس صحاح والشركه موراك باش تخدم لاغرو اليمونتير، ما تخدمش فيها، ما تخدمش في الماكله، هو الماكله نهضر على لاغرو اليمونتير، هو الماكله في التاريخ ما غتقدرش، ما عندكش القلب صحيح، لانه الناس هذا الشيء ديال لاغرو اليمونتير عندهم ماليه،
كيفاش مالي هي انت ملي كتهز البرودوي غادي دي عند مول الحانوت هو هذاك راه خارج بواحد لا غام فيه 20 و 30 برودوي دونك مول الحانوت ملي وكيتعامل معاه وكيحط ليه السلعه وكيمشي صافي دير كيخدم معاه باش 30 يوم بعد مرات 60 يوم وانت ما تقدرش تصايبها 60 يوم ولا 30 يوم انت فلوسك محسوبين انت يلاه كتخرج بواحد 3000 4000 درهم في النهار غدير تبدا كريدي وتبدا في الاخر تكملها كملا بالطليب وبالرغيب وتبدا تبوس في الريوس الله يرحم لك الوالدين عطيني فلوسي لا سيدي لا ما تخليك معزز مكرم خدم لا دي ان لا ديستريبيوشن نوميريك بخير وعلى خير مزيان خدمه مزيان غادي ندوي عليها فواحد الحلقه اخرى عاوتاني غادي نعاود كيفاش نديروا لا ديستريبيوشن كي كنقول لكم بوغ لا غو اليمونتير بالنسبه للناس اللي كيخدموا في لي بيسكوي الناس اللي كيخدموا في داكشي ديال الماكله تفادوا الله يرحم لكم الوالدين حيت قلت لكم الشركه الكبيره كتعطي الكريديات وكدير الروتور وكدير بزاف ديال الحوايج ومول الحانوت كيتيق بزاف الشركه كبيره بون تري بيان ما غنطولش في هذا الموضوع ديال لا غو اليمونتير بالنسبه لمواد التنظيف الاخوان الله يجازيكم بخير الناس اللي باغيين يخدموا في مواد التنظيف كاين السوائل والماتيريال السوائل وهو الصابون اما كاين اللي كيدمعن لي السائل ديال اليدين كاين جافيل مزيان كيتباع مخير حتى هو جافيل هي في البوديزا ديال 5 ايترو هي في الايترو هي في 2 ايترو ونص داكور كاين 6 دوغري و 2 دوغري وكاين ديال الخزامه وكاين ديال الحامض وكاين بزاف ولكن هادشي راه فيه لي فورمول وكاين ما تجليش بون هاد لي برودوي اللي غادي ندوي لكم عليهم بحال دابا ما تجليش الماء ديال الدجاج الماء ديال الفي سي شي حوايج اللي هما ديغريسون فور هذاك اللي كيديغريسي الفور الالومنيوم حتى هو خطير غير هو اخوان الله يخليكم خدموا بالرخص الله يرحم لكم الوالدين ما فيها والو مزيان الانسان يخلط مزيان الانسان يدير غير هو وكان حاول دير الرخصه ديالك باش ملي تكبر ان شاء الله تلقى الامور ديالك مقاده شحال من واحد اليوم تيخلط في دارو ولا تيخلط في شي بلاصه سري كلونديستان ما تنصحكش بها اخي والله ما تنصحك بها الا كنتي انت باغي تخدم بالمواد التنظيف كي كتقول سواء تمشي تاخذها من عند شركه اولا شويريكه حيت كاينه شركه وكاين شويريكه كاينين الناس اللي كيصايبوا مواد التنظيف مزيان انيقين اللهم لك الحمد خذ جلس معاه برك معاه شوف لا كاماش فيها شوف الثمن شنو غيخلي لك انا تنقول لكم مواد التنظيف راه كتبدا من 20% حتى ل 60 70% معطر الجو فيه الفلوس المعجون لاباط لاباط فيها الخدمه مزيان البودرة حتى هي زوينه المسحوق كتشريه في الفراك وكديرو في الصاشيات ديالك خدام مزيان الناس خدامين بهم لانيماسيون خدم في 200 غرام خدم في 350 غرام في الرابعه خدم في نص كيلو في الكيلو في 5 كيلو في العادي المسحوق العادي الاوتوماتيك خدم فيه في بلاصه اخرى فهمتي الله يجازيكم بخير وانا ونصيحه غادي نعطي للاخوان ديالي الله يرحم باكم هو اللي الا باغي تخدم في مواد التنظيف ما تكونش في لا برودكسيون وما ديرش البيع ماشي بجوج عزل وحده فيهم حيت هذا هو انا فين انا كليت العصا في ليبوك اللي خدمت انا في هذا الشيء هذا كي قلت لكم انا من الوظيفه دزت حليت محل ديال مواد التنظيف مشيت نصنع درت وحده انتاجيه وهذيك الوحده انتاجيه طمع وصافي طمع وخلى الانسان كياكل العصا انا باغي نصيب انا باغي ندير مع الفوندور باغي ندير كل شيء انا هو سوبرمان باغي ندير كل شيء جبتها في راسي جبتها في صحتي في الاخر ما كدير حتى شي حاجه وكطيح الارض الو مواد التنظيف للاعاده مزيانه لي ماتيير بروميير اليوم كاينين بالنسبه للتكسابون هاد الالفاظ شحال من واحد غيقول لي هذا اش كيقول بعض الناس غادي يفهموها السلاس كاين لاسيد سلفوني كاين لا بيتايين كاينه لامونيكس كاين الكوكاميد كاينه كلشي هادشي كاين الناكرون كاين بالنسبه للشامبوان ديال المانط السيليكات لين بي 9 الروايح كاين بروميير شوا دوزيام شوا كلشي كاين هادشي بالنسبه للناس اللي باغا تصنع ولي فورمول عندي غير هو ما نقدرش الاخوان انا نقولهم في يوتيوب غير حفاظا على سريه المهنه ديال بعض الاخوان انا ماشي سوقي انا نقولهم انا راه دابا نعلقهم دابا نقول لك ها لا فورمول هادي ولا فورمول وسكريني ليكرو والله يعاون العونات ما عندي مشكل بالنسبه للناس كبار يقول لك الشركات كبار يقول لك لا ما عندكش الحق وداك سير المهنه وداك باش خدامين اما انا ما كون خوتي المغاربه نعطيكم حتى كيفاش حتى الطياب نعطيه لكم ولا اي حاجه اقسم بالله الا اللي تحط عندي نعطيها لكم انا ما عندي غرض وما تيهمنيش شنو غيقول واحد اخر ولكن كتخاف الله يسر شي دعوه قضائيه ولا شي حاجه شي واحد يقول لك اودي راه اش كتقول انت ما عندكش الحق متفاديا هذا الشيء هذا انا اللي تواصل معنا في لا ديسكريبسيون نخلي لكم الميل ديالي ونعطيكم لي فورمول ميل مجان
والله سيدي لا بالمجان ما تخلص. قول الله يرحم الوالدين، رحمه الوالدين احسن ليا من اي حاجه في الدنيا هذه. داكور دونك نعاود نقول لكم هادشي بالنسبه للسوائل. وبالنسبه للماتيريال غادي تخدموا بالكراطه الجفافه، الكراطه الكبيره، الكراطه الصغيره، غادي تخدموا بالسطوله، غادي تخدموا بالجفيف، غادي تخدموا بزاف ديال الحوايج. ما تخدموش غير بالبابيه الاخوان، البابيه ميكو عليه لانه فيه الغلف بزاف في الطوموبيل، وبعض المرات الربح تيكون قليل وكاين ماليه كبار. دونك ما غتضربوش مع ديك الشركات الكبار ديال البابي اللي هما كيديروا لي كوش وكيديروا لي لانجات وكيديروا هادشي. خدموا بزاف، انا تنقول لكم الاخوان اللي باغا دير الديستريبيوشن اليوم اليوم في هاد الوقيته هادي غادي تخدموا على لومبالاج لانه كاين الكوفيد. خدموا على شي حوايج اللي في البلاستيكه ديالها في بي تي سي، ما بقاش الفراك لانه الناس ما بقاش كتقيس بيديها على قبل الكوفيد، فهمتي؟ فكروا شي شويه. وما هو التنظيف دائما الله يرحم لكم الوالدين ميكو على دوك الناس اللي كيقول لك انا غادي نصيفط ليه عنده كلشي بخمسه دراهم. هذاك واحد لانيش بوحدها مزيانه ولكن غادي يهلكك لانه غادي يبقى يطيح 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 لك في البرودوي ديالك تيجيبو على الارض، تيجيبو لك والو، غادي يخلي لك 20 فرنك 30 فرنك يلا ديال المازوت. الله يخليكم تفاداو هاد الناس، خليك في لاكام ديالك وخليك في الثمن. شوف خذ الجوده اصاحبي، خذ داك الصابون اللي خاتر ماشي بحال داير بحال الماء، والصابون اللي كيضرب اليدين راه كاين اليوم كيبان لك صابون وصابون، كيبان لك مسحوق ومسحوق، كيبان لك بزاف ديال كيتبان لك الجوده من ماشي الجوده. كاينين الناس بعض الاخوان منكم عيطوا عليا وقال لك ودي راه الناس باغا الرخاح، انا راه مثلا في مدينه مراكش في واحد البلاصه راه باغيين غير داك الشيء هذا، راه في دار بيضاء هراويين ولا في شي بلاصه راه فهمتي. بون ما تنقولش هراويين حيت هراويين، ربما في حي حسني في سيدي عثمان في هذا كاين لي نيش، كاين هادو مختصين في جافيل، هادو مختصين في الماء الجليج، هادو مختصين في الديكري سونفور، هادو في المعجون ديال سميتو ديال التصبين، بزاف ديال الحوايج. وانا تنقول لكم الاخوان مواد التنظيف فيها لا مارج، نعاود نقولها لكم من 20% حتى 80%. سافو دير تصنتوا ليا مزيان قرعه ديال الماء الجليج ولا ديال شي حاجه الا تتقام عليك انت ب 4 دراهم تقدر تدوزها، لا كتقام عليك ب 2 دراهم و50 تقدر تدوزها نتايا ب 5 دراهم باش هو تيبيعها ب 7 دراهم ونص 100 درهم من الحانوت، تتخلي ليه لا مارج ديالو. غير وكان ملي كتكون برودكتور كتقدر تلعب تطلع وتهبط في الماده الاوليه ديالك. وهذا ما كان خوتي، كنتمنى انني نكون قلت لكم شي شويه على هذا البروجي هذا ديال مواد التنظيف، ما قلتش لكم بزاف وكنعاود نقولها. خليو ليا في لي كومونتير ديالكم اللي بغى لي فورمول، والله سيدي لا بالمجان. ومنين نصيفط لك لا فورمول قول لي الله يرحم الوالدين صافي فهمتي اللي بغيت، ما بغيت حتى حاجه. منين تكبروا ان شاء الله باذن الله وديروا الفلوس، واحد السيد في يوتيوب والله العظيم راه كنت جالس ورشق عليه وراه عطانا لي فورمول باش نخدموا. وبصحتكم وراحتكم والى حلقه مقبله ان شاء الله.